سيارات فخمة. What color is your Bugatti? فلوس بالهبة. This is it. This is what you've been working for. حضور اجتماعي. ما يمديك تطلع وانت مرتاح من المصورين. وإذا تكلمت الكل يسمع لك. كل حركة بالملي راح تتحاسب عليها. Watched all your videos and you say some misogynistic views. Types it out. And he expects me to be like, no! Don't call me a misogynist! What am I gonna do? كل فكرة بسيطة أنت المسؤول عنها. Please don't type that in. No, please. I'm not a misogynist. طيارات خاصة. طبعا ما ننسى راح يكون عندك نسوان كثار. لا لا امزح امزح. دقيقة لهجت معي. المهم حياة باختصار حياة فخمة. وأشياء كثيرة وكثيرة. كل هذه الأشياء طبعا أنا ما حققتها. شو تنتظرون؟ يعني مصدق هذا الكلام؟ يعني اللي قاعد على كرسي بلاستيك تتوقع عنده كل هذه الأشياء؟ تتوقع اللي عنده 257 مشترك عنده كل هذه الأشياء؟ طبعا لا. بس في لعبة راح تخليك تحاكي هذا الشيء بدون لا تتعب نفسك، بدون لا تحصل عندك استوديو مثل هذا الاستوديو الخرا. هي غرفة نوم بس انا مسويها كاستوديو. اوكي شباب اعذروني عن البداية الخيالية الكذبية اللي اعطيتها لكم في البداية. باختصار هو هذا كأنه كليك بيت، بس كليك بيت بسيط يعني الكذبة واضحة. يعني كيف تصدق واحد يقول لك هالبداية وباديله بداية متواضعة؟ المهم كل هذه الاشياء انا ما عشتها. حلو، فاليوم في لعبة انه راح تحقق لي هذه الاشياء بس عن طريق محاكاة. كل شيء يسوونه حاليا بالدنيا محاكاة. حاليا اذا تبي تسوق سيارة ما يطلعون لك الشارع، صار في محاكاة. اذا تبي تطير بالطيارة ما يطلعون لك طيارة حقيقية، صار في محاكاة. بعدين يطلعون لك طيارة صغيرة. اشياء كثيرة صارت محاكاة، حتى العمليات الجراحية صار منها محاكاة. لذلك حتى حياة اليوتيوبر صارت محاكاة. بغض النظر عن سيمز، سيمز مو حياة اليوتيوبر، سيمز حياة البشر. شوفوا الهوس، اي واحد ما عنده حياة يلعب سيمز. فهذه اللعبة أنا جايب يوتيوبر لايف، بما أني أنا مهووس باليوتيوب من زمان، من 7 سنين 8 سنين، لذلك أنا أبي أجرب هذه الحياة. المهم بلش باللعبة. طبعا ادعموني بالقناة عشان أصل هالمستوى وأتكبر عليكم. لا ما أتكبر عليكم، أتكبر اللي يضحكوا علي. دقيقة، هذا مو شكلي، هذا شكلي. لا لا أمزح أمزح. سيلا حط لحظة، إذا بنت أقدر أجيب معي سنبات كثار ويتابعوني واصير موديل، بس صار عمري فوق ال 18 افتح قول معي موقع خاص للمعجبين. اوكي اي شيء حبيبي، سلك اي شيء، خلينا نبلش اللعبه. يس اوكي، هذه شخصيتي اللي سويتها. جعل مدينه عشان يبدا حياه اليوتيوبر. شيء مو معروف زي بدايه الانميات، زي انمي مشكي تنسي، جعل حياه جديده ما حد يعرف، وبعدين بنى نفس اسمه. يعني انه هو كان بالعالم الاول خذ خبره منه وجاء العالم الثاني. أنا باللعبة الأولى خذيت خبرة وجيت على الجزء الثاني. أوكي هذا خافيير قوية. أوكي هذه مدينة اليوتيوبر. أوكي يعني كلام متوقع، يعني علم على المدينة. نبلش. أوه هذه غرفتي. مدينة تحرك، قبل ما كان يمديك تتحرك، تضغط وتمشي زي دوتا. ترونكام، مساعد شخصي. شو نسميه؟ والله ما أعرف شو أسميه. أنا من عندي مساعد شخصي قدوسة. قاعدس، هذا مساعدي اللي صور معي اول المقاطع. قاعدس حبيبي، مساعد قاعدس، والله نورت. طبعا راح تحب هذا الاسم لانه خرا. الحين ابدا قناتي حقه اليوتيوب. شو نسمي مثل قناتي؟ كريمينج. كيف فلوج؟ لا انا ما ابي فلوج، ابي جيمنج. والله غدروا فينا عيال كلب. اسوي نفسي حباب ولا كيف؟ لا اسوي عندي طاقه كذا يعني، ما استحي. حلو، بعدين اصير اتغزل بنفسي من النرجسيه. شوف شلون محرج انا. What the fuck؟ ايش سوى هذا؟ لا غلط. بعدين اسمع، اسوي نفسي هذا.
حلو. هذا حددت شخصيتي، ما راح اسال المشتركين هم كيف محددين شخصيتي يشتركون. بالله عليكم اشتركوا بالقناة. اوكي اذن الفايب حقه المقطع نصه قول معاي اني احب الجمهور، نصه قول معاي اني نرجسي شايف نفسي، ونصه اني ذكي، لا كله اني ذكي، كله اني نرجسي، ونصه ضحك. بعدين المقطع طلع حلو. بعدين الحين حاليا قاعد امنتج المقطع اظن. اوكي 2.5 المقطع يعني انطاني تقييم 2.5 بس حلو كبداية يعني حلو. دائما بدأ يقول لك بداية الغيث قطرة. اوكي احط الهاشتاجات، الهاشتاجات جاهزة مثل ما هي. اوكي انشر المقطع. اوكي نشرت المقطع حلو. قام يجيب لايك والله بسهولة، اللايكات عندهم انا اموت ما يعطينا. ما في فيوز، كيف جاب لايكات؟ هو ذول جاي اخوياك وترسل لهم مقطع فيديو سويت يحطوا لايك ويطلعوا مشفونه. ما تدري يعني دائما هو انت تحاول تبدا بدايات بسيطه بعدين شوي شوي تبني قاعدتك الجماهيريه. حاول حاليا انا قاعد احاول اكتشف شلون ابدا محتوى جيمنج بهذا اللعبه عشان اصل للمستوى اللي ابيه. بيطلع ازق مقطع صدقوني. خلينا ننزل يا شيخ في محتويات ازق. خل هذا اللي يضحك. اسمع عشوائي. I challenge you not to laugh when talking about my house. My home, my home. والله اسم زي الزق. من طيزة يضرب. ازق علام ممكن اجيبه. يا اخي بالجامعة اجيب علامات اعلى. والله جبت مشتركي. شوي ولحق نفسي. اوكي يكون افضل كذا. ازق سيت اب ممكن تشوف بس على الاقل يسلك يعني مثل السيت اب حقي. نصور مقطع بسرعة. اوكي لازم اشتري لعبة. حلو. الجي بي اس الجي بي اس الجي بي اس ضعنا ضعنا ضعنا. لا حلو حلو انا عندي السوق. سوق جنب بيتي والله نايس. اوكي هذا البنت اللي لازم اشتري منها. خل اتكلم مع البنت. اوكي هذا البياع ايجير. اوكي انا ها عشان انا جابني خافير عليك. اوكي خلقته. شباب راح نشبكها نشبكها بنهايه المقطع ان شاء الله. اوكي لازم العب الحين، لازم اصور الجيم بلاي. المقطع طالع زبال ازق جيم بلاي ممكن تشوفه. الحين نركض المنتج، انشر المقطع. حلو. خل احط نار كذا عشان شيء حماس جيم بلاي. حط اي اسم، حط نزل. كان امتحانات عليه اختبار. اوف الدسلاكات. يلا اوكي المهارات تزيد. سكيل بوينت 2 حلو صار عندي سكيل بوينت. طبعا اسوي ريكورد ثاني. اوه ما عندي طاقه تعب. اوكي خلينا ننام. اوكي المقطع جاب لي 143 فيوز. والله تسمع كبدايه حلو. انا مرات اجيب لي فوق ال 100 مشاهد استانس. عندي مقطعين ضربت 600 يعني شيء حلو. يقول لازم توسع وصولك. كيف توسع وصولك؟ نزل انستغرام. يب انستغرام. اوف هذه خويتنا عنده 17000 لايك. والله ديم صور هانا. لا بشرفك شال حركه. دقيقه والله صوره حلوه. والله صوره حلوه لا تقولوا صوره حلوه كذا بين فيها كيوت. اوف والله جبت لايكات. وال الدخول 1000. الدخول 1000 يا شباب اعذروني رجال ما يدخلون. شوف كم عندي مطفران انا. اوكي ارجع البيت زي الكلب انا. بس يوما ما يوما ما ها ترى بدايات اليوتيوب كذا يجونك ناس يذلونك وانت ما عندك فلوس يضحكون عليك. ما حد راح يوقف معك ترى الا قله اصدقاء حقيقي راح يوقفون معك. البقيه كلهم راح يضحكون عليك بس بالنهايه انت راح تتعب على نفسك تنزل مقاطع تجيك فلوس تشتري المكان اللي يشتغلون فيه وتطردهم. هذا اللي يصير. حلو جبت 13 لايك. حلو نايس تقريبا وصلت لنص الترند. اوكي راح احاول اصل 1000 مشترك بعدين اقفل المقطع لانه هذا هو حلمي البسيط يعني حاليا. اوكي اوكي قاعد يقول لي اتصل عليه خفير يقول شوف التذكره صح انها غاليه بس انت لازم تروح هناك عشان تحصل مشاهدين. فانا ما ادري هل هي اللعبه قاعد تساعدني عشان اصل مشتركين بسرعه ولا لا. يمديني اوفر الفلوس واشتري العاب ثانيه بس اهم شيء الترند لان جيمز كون حاليا من اقوى الترندات. واذا غطيت الحدث بشكل كويس راح يجوني مشاهدات يعني وقناتي راح تنتشر. لذلك قاعد يقول لي حصل لك اي مهمه عشان تجيب الفلوس بسرعه وتروح. اوكي نزل له برنامج حق شغل جيمز كون كانه مطول لذلك لازم اجمع بسرعه. يقول له انا اول لايك بس واحد سبقني زي هذول اللي عندنا بس انا ما عمره صارت لي ممكن بعدين تصير لي. خلينا نمشي على خافير ابن الكلب. اخر الدنيا ساكن حاطين النيبر. والش هذا هذا الحال قاعد يشتغل مسكين. شو المكان مكسر. كقول قناتي قاعد تصير بابي ولا رحلو. شو اسوي الحين خطرت بالضبط ما اعرف شو المفروض اسوي لكن راح ارجع
احاول اصل 1000 مشترك عشان اقفل المقطع بسرعه. انا حاليا مشتركين قناتي احلى من مشتركين قناتي بالحقيقه. اوكي نعم، بدايه يوم جديد. حلو، زدت 132 سبسكرايبر. حلو، يلا هانت هانت يا شباب. لا مقطعي هذا خرا خرا، مقطعي سيء منه حققت. شوف زي ما قلت لكم انا بالبدايه، مرات تسوي مقطع تعبان بس يجيب مشاهدات ويجيب مشتركين، بس يوم تسوي مقطع كويس ما يجيب اي شيء. خلنا نسولف معها شويه، اضبطها. اوه قاعد زبد لي، تقول اوكي طيب لا تنسى اي شيء. بس غير مشهور راح تقول المسني. طبعا مو بالمنحنى السيء، بالمنحنى الجيد. بس يعني حتى لو سيء ما عندي اي مشكله، لا امزح. والله انا يبغالي نوم بعد. والله جاب لي مشاهدات، جاب لي مشتركين، حلو. والله ما ادري ايش الفيسات يعني ترمز، يعني ذكاء، ضحك، انه واثق من نفسه، يمزح مع ذول، انه مسوي نفسه فلاوي، والله ما ندري. اوكي خلينا نشتري لعبه ممكن هي اللي راح تخلينا نتخطى حاجز ال 1000 مشترك. نرجع عند بنت الكلب الايجر، لاني مو باد بوي ما راح تعطيني وجه. خل اشتري، لحظه خل اروح علي راسا. سوري فور ماي باد مود. تعتذر لي عن ذاك اليوم، بتقول كنت تلعب ديمون سولز ولا شو السالفه؟ كنت شو المقطع اي كلام. يلا بسرعه. حلو والله جاب جاب. اوه 44 لايك، نايس. المقطع قرب يصير ترند حتى. اوكي تخطينا حاجز ال 1000 مشترك، هذا هو هدفي الحالي يا شباب، يعني وصلت له والحمد لله بعد جهد وتعب واراده واصرار وعزيمه وبغضاء لامس. اسوأ مقطع ممكن اصوره انا، يعني ما ادري، انا بالعاده دائما اصور مع الشباب، لذلك تطلع شخصيتي كانه هوية. انا كاني قاعد اسولف مع كاميرا والبيت فاضي وما حد حولي وكلام كثير لازم اقراه، لذلك شويه المقطع راح يكون باهت، لذلك مع المونتاج راح احاول اخليه احسن. اسف على الكليك بيت اللي بالبدايه، لكن اتوقع اني صدمتكم. وهان وصلت لنهايه المقطع، وشكرا على المشاهده، واتمنى انكم استمتعتم، مع ان المقطع راح يكون زق، راح احاول قدر استطاعتي انه يطلع حلو بالمونتاج، ومع السلامه.